كل سنة وحضراتكم طيبين. بقالنا 69 سنة وإن شاء الله على مر السنين وعلى مر الأجيال جيل ورا جيل بإذن الله تعالى نفضل كده نحتفل بعيد الشرطة. النهاردة 25 يناير عيد الشرطة المصرية. بقالنا 69 سنة بنحتفل بهذا العيد. يوم 25 يناير 1952 الشرطة المصرية وقفت أمام الاستعمار أو الجيش المستعمر الإنجليزي وقدمت ضحايا وشهداء ومصابين كتار جدا، ومن هذا اليوم احنا بنحتفل بهذا بعيد الشرطة في هذا اليوم، وفي نفس الوقت بنذكر السادة المواطنين ان احنا ايضا على فكرة بنحتفل بثورة 25 يناير 2011. الشباب فقط اللي قام وكان عايز مستقبل مصر يتغير وعايز مشاركة اكثر واكثر للمصريين وللشباب في مستقبل مصر، ومحتاج ان هو يغير لمستقبل مصر يبقى للافضل وللافضل، وكانت النية صافية. ضيفي اللي هيكون مشرفني النهارده في الاستوديو هنتكلم عن ذكرى ال 69 لعيد الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت هنحاول يعني بقد ما اقدر ان احنا نفكر مع بعض ونتذكر كده الكثير من التضحيات للشهداء الشرطة وعلى فكرة والجيش المصري في حفظ أمن وسلام دولتنا مصر. ضيفي اللي منورني في الاستوديو سيادة اللواء هشام هاشم الخبير الأمني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل المصريين بخير يا فندم. اللهم أمين، وجميعا الأمة المصرية وبلدنا الحبيبة مصر بخير وسعادة دايما يا رب. النهارده في الاحتفاليه بتاعت الرقم 69 للعيد الشرطه كان فيها الكثير والكثير من المعاني والرسائل المهمه جدا، واهم رساله اعتقد او اول رساله كانت واضحه جدا على المسرح ان احنا بنحافظ على الرايه وبنسلم الرايه لجيل ورا جيل من خلال مسرحية صغيرة كده اتعملت ما بين جد بيحكي لابنه أو حفيده أنا آسف ما حدث من في 1952 وما حدث من تضحيات. هذه الرسالة الهامة، أهمية إن احنا جيل ورا جيل يفهم هذه الرسالة وما ننساهاش أبدا. طبعا هي الاحتفال بعيد الشرطة النهاردة كان أهم حاجة حصلت فيه النهاردة شهادة تقدير من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجميع ضباط وافراد ومجندين الشرطه. تمام. ان هو سيادته دائم تجديد الثقه في رجال الشرطه، النهارده اشاد بيهم في الاحتفال الرسمي للعيد الشرطه. طبعا. فدي بتعتبر لينا احنا كضباط شرطه شهاده تقدير على صدورنا جميعا، لازم ان احنا بتدفعنا للامام بصفه دائمه. تمام. الاحتفال بعيد الشرطه لازم نعلم اطفالنا اللي هم لسه الجيل الصاعد اللي هو ما حضرش الواقعه ولا سمع عنها زي ما احنا سمعنا وقرينا كتاريخ لمصر، لازم نعلم اطفالنا ايه هي الواقعه اللي كان سببها عيد الشرطه. طبعا كانت واقعه 25 يناير سنه 52 بالقائد البريطاني اكسهام اعلن القوات الشرطه في مدينه الاسماعيليه بتسليم مبنى المحافظه. فما كان من ضباط الموجودين في هذه الفتره الا انهم رفضوا تماما تسليم هذا المبنى، وتم اعلانه ان لن يتم التسليم الا على جثثنا. وطبعا دي كانت بساله من الجندي المصري، لان الجندي المصري زي ما احنا دايما بنقول خير اجناد الارض، سواء ولادنا في الشرطه او ولادنا في القوات المسلحه، هم الاثنين جناحي امان الامه كلها والدوله المصريه. فلازم نعلم ولادنا واطفالنا دايما ونذكرهم بهذه الواقعه لانها بتنمي الانتماء والروح الوطنيه للاطفال. تمام. حضرتك في ظل التحديات الكتيرة، يعني زمان كان عندنا مستعمر، زمان تمام. كان عندنا مستعمر إنجليزي تمام. أو مستعمر بأشكال مختلفة على مر العصور صح، من 7000 سنة وإحنا عندنا مستعمر طول الوقت يعني تمام. ولكن دلوقتي التحديات ما بقتش مستعمر موجود على أرضنا، لكن التحديات بقت أصبحت أنك أنت يبقى عن طريق إرهاب وتمويل إرهاب ومش تمويل إرهاب بس، لا ده هو بيدعم الإرهاب بالفلوس وبالإعلام تمام. وبالأسلحة بكل ما أوتي من قوة ومال. إذن
إذا نقدر نقول إن إحنا طول الوقت الدولة المصرية مستهدفة بجد، مش بنهزر. تمام. وأيضا شايفين الدول اللي حوالينا مستهدفة. واللي بيحصل. تمام. قيمة إن إحنا طول الوقت نذكر بهذا الموضوع. أنا عايز أقول لحضرتك دائما مصر مستهدفة من قديم الأزل زي ما حضرتك لسه قايل. حتى الكاتب الصحفي الكبير أنيس منصور في يوم من الأيام قال إن يعني يعيب مصر موقعها الاستراتيجي، هو ده اللي جايب لنا المشاكل والطمع فينا من العالم كله، الموقع الاستراتيجي بتاعنا. طبعا احنا دولة موقعها استراتيجي، دولة كبيرة تاريخيا وحاليا، عندك 100 مليون نسمة في مصر، عدد غير طبيعي ما فيش دولة تتحمله. فحكم مصر وتأمين مصر وأمان مصر ليس بمهمة سهلة أبدا، وقيل هذا الكلام في كثير من المحافل، حكم مصر ليس مهمة سهلة. فطبعا كلنا وراء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بندعمه وفي ظهره، ويعني احنا النهاردة كلنا كضباط شرطة وجيش مجرد ان هو يطلب مننا تأمين مصر فدي وسام على صدرنا، سواء استشهدنا بقينا على قيد الحياة، فدولتنا لازم نحميها. حضرتك هات لي النهاردة دولة في العالم فيها الإرهاب اللي عندنا في مصر، مفيش. ليه؟ ما هو انت مستهدف من جميع الدول الصديقة والغير صديقة، فانت كله بيتكالب عليك، فانت لازم ندافع عن نفسنا بما اوتينا من قوة يعني. فده مفيش مفر ان احنا ندافع عن بلدنا يعني بإرادتنا او بدون إرادتنا، احنا ربنا الحمد لله خلقنا كشرطة وقوات مسلحة للدفاع عن هذه البلد. الشرطة والجيش طول الوقت أنا بقول وكل الإعلام بيقول على مر السنين دي شرطتنا احنا وجيشنا احنا، ولو موجودين في الشرطة والجيش دول أخويا أبويا جدي عمي خالي وضابطات طبعا إذا كان برضو أقاربنا يعني السيدات الضباط، فمعناها أنه ده جيش مختلف شوية عن بعض الجيوش الأخرى أو شرطة الدول الأخرى. تمام. حدثني عن هذا الموضوع، ان احنا شعب واحد. حتى في ذكرى 52 اللي هي عيد الشرطه من 69 سنه كان في تلاحم ما بين ال 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 الشعب نفسه وما بين شرطته طبعا، فالحفاظ على امن واستقرار المحافظه اللي حضرتك كانوا عايزين وعلى امن مصر ككل وامن مصر. كلمني اكتر بعد اذن حضرتك عن هذا التلاحم اللي ممكن يكون مش موجود في كثير من دول. شوفوا انا هقول لحضرتك حاجه، احنا الدولة المصرية تتميز ان شرطتها وجيشها شرطة وطنية وجيش وطني. ولاد بلدك هم اللي بيأمنوا البلد، زي ما حضرتك قلت بيبقى اخويا ابن عمي صديقي، لو مش جاري هيبقى اعرفه معرفة سطحية. فاحنا جيش وشرطة وطنية، لا يعني انت بتحمي. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجة صغيرة، عقيدة طالب كلية الشرطة الاكاديمية الشرطة بتربي ولادها وبتربي طلبة الكلية على ايه؟ ان انت مش هتشتغل وظيفة او مهنة، انت بتأدي رسالة، فلا تنتظر ان انت هتعين في مهنة او وظيفة في مقابل مرتب. يعني الطالب عندنا في كلية الشرطة بيتربى على كده، هو بيأدي رسالة، وكذلك الكلية الحربية القوات المسلحة بتربي ولادها ان هو بيأدي رسالة. هو النهاردة انا كضابط شرطة داخل استشهد في مهمة او في مأمورية او انا عارف ان انا هستشهد، ومع ذلك بيتقدم الصفوف كقائد. يعني القائد اللي احنا كلنا النهارده اتفرجنا على المسلسل بتاعه في رمضان احمد المنسي كان بيطلب الشهاده من الله سبحانه وتعالى. فدي شخصيات واولاد مصر لن يتكرروا، خير اجناد الارض فعلا. يعني احنا كنا بننزل المأموريات في ايام ما كنت شغال في مباحث القاهره مثلا فتره، بتلاقي ان كل زمايلك بيحموا بعض وداخلين مع بعض في مأمورية واحده، ده بيفادي ده وده بيتقدم عن ده. مفيش يعني، هي شرطه وطنيه وجيش وطني مكلف بحمايه الوطن، وليس لدينا خيار غير ذلك. طب ست اللي هو كلمني اكتر عن يعني الطالب، يعني يوم الجمعه اللي فات في 5 سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زار كليه الشرطه. تمام. وكان في اولياء الامور قاعدين طبعاً. وشفنا المواقف الانسانيه اللي حصلت، وشفنا قد ايه انه الشاب المصري اللي بيخش او الشاب البصري اللي بتخش كليه الشرطه دي او اكاديميه الشرطه دي اكيد بيختاروهم بشكل مهم طبعا، ولكن
كل الشعب المصري عنده الامكانيه انه يخش كليه الشرطه او زك او او, أو القوات المسلحه المصريه. طبعا. كلمني بعد اذن حضرتك ايه اللي بيحصل جوه الكليه؟ ايه ما هو دي حضرتك ده واحد طالب خلاص اتخرج من ثانويه عامه زي اي طالب متخرج من ثانويه عامه. صحيح. كويس؟ صحيح. وحضراتكم عارفين طبعا التعليم اللي قبل كده احنا الحمد لله بنطوره، لكن العزيمه اللي جوه والنيه الصافيه اللي جوه دي بتتربى ازاي جوه اكاديميه الشرطه؟ هو طبعا احنا الطالب بيدخل من المرحله الثانويه العامه الى كليه الشرطه بيتغير 360 درجه، لازم يتغير. بيعتمد تغييره او تدريبه او تغيير مسار حياته من اول يوم في دخوله كليه الشرطه. بيبتدي يتعود على اطاعه الاوامر، بيبتدي يتعود على ان الامن ده رساله هو مكلف بحمايتها، طبعا بيتلقى تدريبات بدنيه وعلميه، طبعا هو بيحصل على ليسانس الحقوق والشرطه، ده الشهاده اللي هو بيحصل عليها. بيكون عشان يتم اعداده، خلي بال حضرتك طالب كليه الشرطه عشان يتم اعداده هذا الاعداد الدوله لا تبخل عليه ولا تبخل على تدريبه ولا تبخل على ان هي توفر له كل الامكانيات والسبل لتحقيق او اعداد ضابط شرطه عصري. فاحنا النهارده الاكاديميه النهارده شعارها العلم والخلق والواجب، فهو بيتعود الكلمه دي حضرتك موجوده في جميع اركان اكاديميه الشرطه، العلم الخلق الواجب. وهو بيبقى طبيعي البرنامج الاعداد لطلبه كليه الشرطه بيعوده ان هو على الالتزام والطاعه وتنفيذ الاوامر والجلد والصبر. واحنا شفنا يمكن النهارده التدريبات اللي هم بيتعرضوا ليها تدريبات قويه جدا وصعبه جدا على الشباب العادي اللي هو ما دخلش المجال ده ان هو يتحملها. فهو بيبقى في حصار ان هو يتدرب ويبقى راجل، ودايما في مقوله ان التدريب بيوفر كتير من الدم، العرق في التدريب بيوفر كثيرا من الدم. فده بيتعود طالب كليه الشرطه من دخوله الكليه ان هو خلاص هي دي حياته. وعايز برضه اقول لحضرتك ان اللمسه الطيبه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه بتواجده صباح اليوم اللي سيادته تواجد فيه وحضور التدريب ده بيدي دفعه لا تتخيلها لطلبه الكليه، وبيحس ان في تأييد من الدوله له وفي اهتمام من الدوله له. فطبعا دي لفته جميله من السيد رئيس الجمهوريه. العامل النفسي للطالب اللي بيتخرج بعد كده ضابط، العامل النفسي يعني في تدريبات قوه ورياضه وبتشوفها وقفز ودخول في النار وامكانيات اكيد، يعني كل شويه اكاديميه الشرطه اكيد بتطور من اساليب التدريب طبعا. لكن العامل النفسي اللي موجود داخل الطالب اللي هيبقى ضابط في الاخر ممكن يستشهد ويقدم نفسه روحه فدا الوطن، ده اكيد بيتلعب عليه كويس او بيدرب بطريقه ماهره في هذا الاتجاه. طبعا. ولا راي حضرتك؟ لا طبعا، هو الطالب بالاضافه للتدريب البدني زي ما حضرتك بتقول في تدريب نفسي على تحمل مواقف كتير وكيفيه التصرف فيها. هو النهارده خلي بال حضرتك ضابط الشرطه ممكن بيتواجد في مكان بمفرده حواليه مجموعه من الافراد سواء كانوا خطرين او غير خطرين، بيبقى عنده من النوع من الكياسه، ده بيتم تدريبه عليه في الكليه ان هو يعرف ازاي يتصرف في هذه المواقف بحيث ان هو ما يأديش بنفسه لمشكله كبيره ما يقدرش يتصدى ليها. فطبعا وبرده الطالب في كليه الشرطه بيتعود على الكياسه في المواقف الحرجه وعلى التحمل المواقف الحرجه، وممكن بيتعود ان حد ممكن يغلط فيه ما يردش في مواقف كتيره، حد يحاول يعتدي عليه يامن نفسه بما لا يثير ان هو ضغينه للاخرين. فده كله بيتم تدريبه نفسيا وعصبيا على تحمل، وبيتم عمل سيناريوهات. خلي بال حضرتك النهارده داخل كليه الشرطه بيتم عمل سيناريوهات محاكاه للواقع، ازاي ممكن تتعرض للموقف الفلاني، تعمل فيه ايه. وده طبعا دي مسؤوليه التدريب، لان التدريب مهم جدا لضابط الشرطه وكذلك ضابط القوات المسلحه. الوطنيه اللي بتتزرع في الطالب، هو اكيد ما دام الطالب رايح كليه الشرطه او داخل كليات القوات المسلحه المصريه يبقى اكيد في نازع الوطنيه طبعا، ولكن ده برضه اكيد بتتنمى بشكل كبير. وده انا شفته برضه في بعض التدريبات، يمكن الدراما ابتدت تتوجه ناحيه الاتجاه ده، انه قد ايه الضابط بيتعامل بشكل لائق وبشكل ادمي مع كل العساكر اللي معايا ومع زملائه في الضباط، وقد ايه انه كمان بيقوي الوطنيه وحب بلدك
انك انت تقدم روحك طبعا فدا وطنك. طبعا. عايز اقول لحضرتك، هو طبعا في افكار خاطئه زي ما احنا عارفين للاسف، الجماعات اللي هي عايز، مش عايز اقول يعني الجماعات المسلحه والارهاب وخفافيش الظلام زي ما احنا بنقول، بينموا فكره مش موجوده النهارده في جهاز الشرطه تماما، انتهت يعني انتهت من قديم الازل، وهي معاداه الشرطه للشعب او معاداه الشعب للشرطه، ما عادش موجود الكلام ده خالص. النهارده ضابط الشرطه يعني هو تواجده في مكتبه وفي الشارع بفضل الشعب والجمهور والمواطن اللي هو بيتعامل معاه. لو المواطن مش حاببني كضابط شرطه، عمري ما هقدر اقدم رسالتي. اقدمها ازاي؟ وانا هو ضابط الشرطه مصدر المعلومه بتاعه هو المواطن اللي في الشارع، يشتغل ازاي من غير المواطن؟ لو المواطن مش حابه عمره ما هيديله معلومه او يتعاون معاه في ضبط قضيه مثلا من القضايا. وبالتالي مهم جدا ان انت كضابط شرطه، وبنقول الكلام ده لاولادنا في الكليه برضه في اثناء التدريس، ان انت يبقى علاقتك حلوه بالمواطن اللي هو بيتعامل معاك. طبعا دي حاجه، احنا علاقتنا حلوه جدا بالجمهور وبالمواطنين وبالشعب المصري، لان احنا زي ما احنا لسه بنقول هم اولادنا واخواتنا وجيراننا، فما فيش اي عداء ما بين المواطن وما بين ضابط الشرطه. لكن دي فكره خفافيش الظلام زي ما احنا بنقول، والجماعات الارهابيه اللي احنا بنعاني منها بتروج ليها، وفكره خاطئه. سيادة اللواء، سيادة اللواء وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كان النهاردة بيلقي كلمة أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الخاصة بالرقم 69 بعيد الشرطة، وذكر مصطلح حقوق الإنسان. تمام. والحفاظ على حقوق الإنسان وخاصة في السجون، وخاصة في تعامل الضابط الشرطة والشرطة المصرية مع المواطنين بشكل عام. تعليق حضرتك. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، النهارده احنا في مرحله الميديا فيها هي المتحكمه في كل حاجه، وزي ما بنقول كده كله مذاع على الهوا. انت حضرتك النهارده اي تصرف بيحصل من حضرتك ممكن تلاقيه نازل على السوشيال ميديا، فما عادش في مجال ان احنا نخبي حاجه او ان وزاره الداخليه تخبي حاجه، ما فيش حاجه بتستخبى. فالنهارده عندك قطاع في وزاره الداخليه، قطاع كامل اسمه قطاع حقوق الانسان، بيرأسه أحد السادة مساعدي الوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. طبعا كون أن أنت عندك، مجرد أن يبقى عندك قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، فده بيشير أن هذا القطاع له عمل. إيه هو عمل؟ عمله بقى أن هو بيراقب السجون، بيراقب أقسام الشرطة، كل اسم شرطة النهاردة فيه ضابط حقوق إنسان. الضابط ده مكلف أن هو يشوف أي مشكلة لأي مواطن يحلها. فطالما ان انت عندك قطاع بمجموعه كبيره وبعدد كبير من الساده الضباط وله رئاسه احد الساده مساعدي الوزير، فده يدل ان وزاره الداخليه بتهتم بحقوق الانسان، وده الكلام ده من فتره مش لسه جديد يعني، ودي حاجه مهمه جدا لازم نساعد عليها وننميها. طيب زي ما انا قلت حضرتك انه زمان كان المستعمر بيجي بلدنا ويستعمرنا، اذا كان انجليزي فرنساوي بأسباب مختلفه، تعدد اوكي، ولكن التحديات مستمره لاسقاط الدوله المصريه الى يومنا هذا، تحديات قائمة على إسقاط كمان المنطقة العربية وأصدقائنا والدول العربية المحيطة بنا، وشفنا ده. ولكن أيضا أكيد بيبقى في تطوير في مواجهة الإرهاب، مواجهة المستعمر الجديد اللي هو الإرهاب أو, 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 أو ما شابه، لأن هم كمان استخدموا طرق جديدة، استخدموا طرق المواجهة الخاصة بالإعلام والشو والسوشيال ميديا والإشاعات، وأيضا استخدموا أساليب أخرى لدعم الإرهاب بالسلاح وأسلحة حديثة وفي نفس الوقت حاجات حديثة طبعا. فأكيد الشرطة المصرية لازم يبقى فيها تطوير طبعا، وده اللي حصل طبعا. احنا النهاردة في وزارة الداخلية بتهتم بحاجة مهمة جدا اسمها الخطط الأمنية. طول ما انت بتعرف تعمل تخطيط أمني جيد، فانت بتأمن الشوارع، بتأمن المتاجر، بتأمن المواطن نفسه المصري اللي ماشي في الشارع ده. فالوزارة النهاردة كل يوم في تحديث للخطط الأمنية، وفي تحديث لكيفية تأمين المدن والقرى وجميع ربوع مصر. فطول ما انت بتفكر في التأمين وفي التخطيط الجيد، فانت بتبذل مجهود بتحصد نتائجه على أرض الواقع. يعني النهاردة بتلاقي النهاردة حضرتك لما بتمشي في الشارع النهاردة، سواء بقى على مدار 24 ساعة، بتلاقي في حاجة اسمها أقوال أمنية بتمشي في الشارع، في أقوال أمنية بتلاقيها متمركزة في الشوارع. ده كله ليه؟ ده كله بيأمن وتطوير وتأمين، لأن احنا بنواجه موجة غير مسبوقة ولم تحدث في مصر قبل كده، اللي هي موجة إن يبقى عندك جماعات بتحاربك إعلاميا
وبتحاربك بتمويل لجماعات مسلحه، ده ما حصلش في مصر قبل كده. يعني احنا لم يحدث هذا التحدي اللي احنا فيه اليومين دول من قبل. فطبعا احنا في مرحله، واحنا زي ما احنا برضو شايفين، عايز اقول لحضرتك في تطوير وتعمير وفي نهضه حديثه في مصر، احنا شايفينها كلنا في الطرق وفي الانشاءات وفي المباني وفي العاصمه الاداريه، اماكن كتير جدا بيتم افتتاحها في ظل القياده الرشيده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فطبعا كل ده، كل الاماكن ده، الاماكن دي وكل الافتتاحات دي بيتم تامينها. فطبعا احنا في عصر افتتاح، عصر انفتاح للدوله المصريه وتطوير للدوله المصريه، لازم يواكبه تامين لهذه المنشات، وده دور وزاره الداخليه اللي هي لا تتاخر او تتوانى عنه في يوم من الايام. كلمني حضرتك عن العلاقه الجيده جدا والعلاقه اللي فيها تنسيق كبير جدا ما بين القوات المسلحه المصريه وما بين الشرطه المصريه في سيناء. هو طبعا احنا زي ما لسه بنقول، القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه هما جناحي الامن للدوله المصريه، لا يمكن الاستغناء عن احدهما. احنا عندنا قوات شرطه في سيناء وفي قوات مسلحه في سيناء. في قمه التعاون ما بين الشرطه والقوات المسلحه، في بتوصل لدرجه مأموريات مشتركه ما بين الجهازين كشرطه مدنيه وقوات مسلحه. بيتم التعاون في الناحيه المعلوماتيه ما بين الجهازين برضو، لان هو ممكن يبقى في معلومه في جهاز الشرطه مش موجوده في القوات المسلحه، في معلومه عند القوات المسلحه مش موجوده عند جهاز الشرطه، الاثنين بيكملوا بعض، ودي حاجه مهمه جدا لان احنا الاثنين بيامنوا مصر كلها، فلازم يتعاون الاثنين، قمه في التعاون وقمه في التضحيه وقمه في الاشتراك وبذل كل ما هو نفيس وغالي لتامين مصر. وده تعاون موجود وفي حب بيننا كضباط شرطه وبين القوات المسلحه من قديم الازل، لان هما الاثنين لا يمكن الاستغناء عنهم. واحنا شفنا في 25 يناير يمكن جهاز الشرطه كان تعرض لوعكه يعني بسيطه كده، ما شلناش فيها احنا كضباط شرطه غير اخواتنا في القوات المسلحه، وهم اللي كانوا في ظهرنا. فطبعا لا يمكن الاستغناء عن الطرفين. اثناء الاحداث السيئة اللي ربنا ما يرجعها تاني يا رب يا رب، بعد ثورة 25 يناير تمام، وحرق الأقسام وتهديد الأمن والسلم المصري في فترة من فترات حياتنا اللي كل المصريين استحملوها وكل المصريين استوعبوها، وأيضا القوات المسلحة المصرية قدرت إزاي بخبرتها وبكل ثقة إزاي نتخطى هذه العقبة، وخاصة مع التحام الشعب المصري مع القوات المسلحة تمام المصرية ومع الشرطة المصرية. إحساسك إيه كضابط الشرطة في الفترة دي؟ والله هو كان إحساس صعب، كان إحساس صعب إن أنت بتشوف منشآتك وعربياتك وتجهيزاتك بتتعرض لاعتداء، يعني ما كانش له أي مبرر يعني. لكن برضو هذا الاعتداء الذي حدث في 25 يناير ليس من الشباب القائم بهذه الثورة، ده شباب كان نيته وقلبه زي ما احنا بنقول كده صافي لهذه البلد زي ما حضرتك لسه قايل، فليس له اي، ليس لا يوجد غبار على هذا الشباب القائم بهذه الثورة. ولكن دخلت عناصر زي ما احنا بنقول بلدنا مستهدفة، دخلت عناصر من بعض الفسدة والطامعين في هذه البلد، وقاموا بما احنا رايناه في حرق اقسام شرطه وحرق سيارات شرطه، ما كان ليس له داعي. ولكن هنيجي برضو نلاقي ان اللي امن اقسام الشرطه في هذه الفتره هي القوات المسلحه. وطبعا حضرتك بتقول لي احساسك ايه، كان احساس مرير، كان احساس مرير ان انت بتشوف منشاتك وبتشوف عربياتك وبتشوف بتحترق. هي دي مش حاجتي انا كوزاره الداخليه، دي حاجه البلد وحاجه الشعب المصري، هو دي ملكك انت ازاي. لكن دول كانت قله فاسده وقله منحرفه، واحنا عارفينهم هو طبعا هم مين، مش هنقول هم مين يعني. انا قلت في المقدمه حضرتك بعد ثوره 25 يناير اللي كلنا دلوقتي محترمينها وحاطينها في الدستور تمام المصري تمام، لانه شباب مصري كان ليه حق بان هو يقول انا عايز مستقبل افضل تمام لبلدي تمام كويس تمام، على قد ما هو كان يعني في احساس بانه يعني ايه انا اخرف في بلدي عشان انا عايز اعمل ثوره يعني فعشان كده
انا عندي واقعه صغيره بعد اذن حضرتك يعني وباذن حضراتكم انا اول مره هقولها. اتفضل. انا قبليها بليله بثوره 25 2011 حضراتكم كنت بتشات على الفيسبوك. تمام. ولقيت واحده زميله بتبعت لي يعني ما تيجي اشرف تشارك في 25 يناير و واحنا عايزين نعمل كذا وعايزين نغير وعايزين كذا واحنا عايزين الشباب يظهر اكتر وده حصل بعد كده. تمام. تمام. اللي هو النيه الصافيه. الصافيه القلوب الصافيه. انا ما سالتش غير سؤال واحد. تمام. اشمعنى 25 يناير عيد الشرطه؟ طب ما تعملوها قبليها او اعملوها بعديها. ما هو ميعاد مختار. ما جاليش رد. آه. الرد عرفته بعد كده. طبعا. الرد فهمته بعد كده. طبعا. طبع. ان هم عايزين مش الشباب دول اللي عايزين مش الخير لبلدنا. طبعا. تعليق حضرتك للتدخلات الخارجيه مش في مصر بس في العالم العربي كله وهذه التحديات اللي بتسقط الدول. طب عايز اقول لحضرتك حاجه معلش يعني سامحني فيها والساده المشاهدين يسامحوني فيها والشعب المصري كله يسامحني فيها مش هسمي دول بعينها لكن احدى رؤساء وزراء دوله اوروبيه شهيره ومن اكبر الدول الاوروبيه حصل عندهم شويه او قليلا من المظاهرات شويه محلات عندهم اتكسرت او شويه متاجر اتكسرت رئيسه الوزراء دي طلعت في مؤتمر صحفي علني قالت لك لا تحدثني عن حقوق الانسان في مقابل الامن القومي البلدي تمام ودي واقعه مشهوره وموجوده على اليوتيوب والسوشيال ميديا ومش عايز اسمي دول بعينها فانا النهارده حضرتك بتتكلم هو بتقول لي اشمعنى 25 يناير فالنهارده انت بتختار مناسبه قوميه مختاره بعنايه ومش اختيار افراد مش عايزين يعني اختيار 25 يناير ليس اختيار افراد هو اختيار يعني احنا كلنا عارفين مؤسسات يعني كبيره فانت بتختار يوم عشان تكسر فيه الشرطه المصريه انت كان المقصود ان كسر هيبه الشرطه المصريه او كسر جهاز الشرطه باختيار يومه او عيده فاحنا برضو عايزين نبقى على وعي ونوعي اولادنا الصغيرين والشباب والكبار ان الامن القومي المصري في مقابل يعني انا عشان احافظ على الامن القومي المصري بتاعي اضحي باي حاجه وده مش انا اللي بقول ولا ومفيش واحد مصري قال كده ده انا بقول لحضرتك رئيسه وزراء دوله اوروبيه قالت لك لا تحدثني عن الامن القومي لا تحدثني عن حقوق الانسان في مقابل الامن القومي فاحنا بنتكلم عن امن بلدنا لا يمكن حد يمسس بيه ابدا التحديات كتيره طبعا واللي قاله سياده وزير الداخليه اللواء محمود سياده اللواء محمود توفيق وفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمتين اللي احنا سمعناهم النهارده في هذه الاحتفاليه ان التحديات مستمره طبعا وانها لن تتوقف وانه محاولات اسقاط الدول بالطرق المختلفه جاي لنا تاني بما معناه تمام تعليق حضرتك شوف اقول لحضرتك حاجه واحده بس احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله لدينا رجال وطنيين مخلصين لهذه الدوله بدايه من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصغر جندي موجود في القوات المسلحه والشرطه فانا ليس منزعج وليس لدي اي خوف ان الناس دي هي امن وامان البلد دي طول ما احنا ايد واحده طول زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول دايما طول ما احنا ايد واحده السيد الرئيس طول عمره يقول لك يقول ايه في حتى في كل المؤتمرات طول ما احنا ايد واحده ما تخافوش من حاجه يعني طول ما الشعب المصري مع قياداته ومع نفسه بعنصري الامه زي ما احنا بنقول عنصري الامه طول ما هم ايد واحده ما تخافش على البلد دي طيب بعد اذن حضرتك في يعني هي كان في افلام تسجيليه بتحكي وقائع ومهمات اذا كانت حمايه وطن ولا دائما جاهزين يعني كان في النهارده في الاحتفاليه هذه الافلام اللي انا يعني بحيي القائمين على تنفيذها اذا كان انتاج ولا اخراج ولا تصوير ولا تمثيل حتى طبعا. يعني حاجه مشرفه جدا يعني طبعا. وعلقت في المقدمه يعني ان هم هيبتدوا ينافسوا السينما والمسلسلات المصريه الدراما المصريه لا حقيقي يعني صح. حقيقي حاجه مشرفه جدا طيب يعني من ضمن الانجازات اللي ذكرت النهارده في هذه الاحتفاليه والمهام اللي قامت بيها من اهم المهام اللي قامت بيها الشرطه المصريه في 2020 هو القبض على محمود عزت القائم باعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعه الاخوان الارهابيه والمشرف على العمليات في الداخل والخارج تمام والكثير
والكثير والكثير. خليني نتكلم عن هذه المهمة والإنجاز الكبير اللي عملته قوات الشرطة المصرية. طيب هو أقول لحضرتك، هو طبعا أولا محمود عزت ما كانش عنده أي توقع، هو ولا قياداته اللي موجودة خارج الدولة المصرية، أنه هو يتقبض عليه، ما كانش متوقعها. ولكن إحنا بنرجع نقول إن إحنا عندنا جهاز أمني على قدر عالي من الحرفية والمهنية والدقة والتتبع لكل ما هو صغير وكبير، زي ما احنا بنقول بيتم تبادل المعلومات ما بين كل الأجهزة الأمن في مصر. فهو نفسه ما كانش متوقع، لأنه كان دائم التنقل ودائم التخفي ودائم تغيير محل إقامته، قياداته نفسها ما كانش عندها أي توقع أنه هو يتقبض عليه. لكن زي ما احنا بنقول، احنا جهاز الأمن السياسي في مصر جهاز قوي جداً، وأنا بتشرف أن والدي كان أحد قيادات هذا الجهاز في يوم من الأيام، وأنا أعرفهم شخصياً، هذه ناس متزنة وفي منتهى العقل والرزانة، لا تتخيل بيتعاملوا مع الأمور كما لو كانوا في هيئات الدبلوماسية. إحنا أفخم حاجة عندنا في مصر الهيئات الدبلوماسية، القائمين على الأمن السياسي في مصر محترفين. بطمن الشعب المصري وحضرتك والناس كلها، لا نقلق من أي شيء، إحنا عندنا ناس محترفة أمن شاطرين بالبلدي كده، جهاز أمن قوي، عايز إيه أكتر من كده؟ بشهادة دول أوروبية وعالمية، مش كلامنا إحنا. فطبعا لكل أجهزة الأمن في مصر في منتهى الاحترافية. محمود عزت ما كانش يتوقع أنه يتقبض عليه، ولكن اتقبض عليه، وكان يعني صيد سمين زي ما بنقول. من ضمن ما جاء من إنجازات لقوات الشرطة في هذا الفيلم أيضا في 2020، سنة 2020، ضبط خلية عنقودية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة. طبعا هي الحاجات دي حضرتك ما بتنتهيش، وزي ما حضرتك قلت من شوية مش هتنتهي، واحنا مستهدفين كضباط شرطة وكضباط قوات مسلحة، احنا مستهدف، واحنا عارفين ان احنا مستهدفين، وبيتم تلقيننا، واحنا خلي بالك وانت نازل من بيتك وانت خارج مع اولادك وانت في اي مكان، احنا كلنا عندنا الوعي الامني الفردي بتاعنا، احنا كفرد شرطة او قوات مسلحة، كل واحد فينا بيتدرب ان احنا الامن الذاتي زي ما بيقولوا او الامن الشخصي، ده حاجه مهمه جدا عندنا. لكن احنا موضوع الاستهداف القوات الشرطه مش هينتهي، وطبعا دي برضو ضبط هذه الخليه دي حاجه انجاز من انجازات لاجهزه الامن في مصر، ويهنئوا عليه طبعا، لان احنا انت بتستهدف، يوم ما تستهدف ضباط القوات المسلحه والشرطه فانت بتنخر في اساس المجتمع المصري. فطبعا استهداف خليه زي كده دي حاجه مهمه جدا. من ضمن الإنجازات برضو إجهاض عمليات اختراق الإعلام المصري والتحريض ضد الدولة واستقطاب الشباب المصري، وده طبعا الأساليب الحديثة في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا مش هتنتهي. بس احنا هم طبعا خلي بالك، انت عندك جبهات خارجية بتمول بتمويل كبير وتمويل عالي جدا وبتصرف عليهم، واحنا عارفين مين المحطات دي وعارفين أسمائها وعارفين مدى خيانتهم لوطنهم، وهم خونة على مر العصور، خلي بالك مش بعد 25 يناير بس، يعني في أسماء طبعا احنا كلنا عارفينها بتطلع في محطات يعني الإعلام اللي هو الفاسد زي ما بنقول، طول يعني واحد طول عمره معروف ان هو خاين لوطنه، هتنتظر منه ايه؟ لما جات له الفرصة باع بلده وطلع في محطة أجنبية وبيتكلم بيدفع له فلوس عشان يطلع يقول واحد اتنين تلاتة، ولو تلاحظ حضرتك بتلاقي موضوع واحد هم كلهم بيتكلموا فيه، يعني هو بيجي له ورقه كلهم بيتكلموا في هذه الورقه، فاحنا لا يعني لا نهتم بهم، واحنا ان شاء الله واعلامنا برضو اعلام قوي الحمد لله، وينتصر عليهم بكل سهوله ان شاء الله. انجازات كتير حضرتك، زي انخفاض معدلات الجرائم مقارنه بالعام الماضي، احباط محاولات تجلب المخدرات، في محاوله منهم كانوا 6 طن من المخدر الحشيش طبعًا. ومحاوله منهم 11 مليون عقار الكبتاجون، وجرائم التي تضر الاقتصاد المصري، يعني عدد كبير، تطوير 10 اقسام شرطه بنماذج مختلفه موحده، خدمات خاصه بالاحوال المدنيه، خدمات المواطنين من خلال منصه موحده، سرعه الرد على البلاغات، كل ده تطوير في وزاره الداخليه. لكن الحاجة اللي أنا يعني بعد إذن حضراتكم إن أنا أتكلم فيها لأن أنا أول مرة أعرفها، هو الدور الريادي للشرطة المصرية. مصر تحتل المركز الثالث في تصفيف الأمم المتحدة الخاص بالدول الأكثر مشاركة بالقوات الشرطية في
بعثات حفظ السلام حفظ اللي هي السلام، حفظ السلام الدولي اللي هي اليو ان او الامم المتحده. يعني طبعا هو وانشاء كمان مركز تدريب لعمليات حفظ السلام، يعني كمان ده لسه غالبا خلاص على وشك ان هو يفتتحوه. تمام. قد ايه يعني ايه اهميه ان مصر تكون بتشارك بهذه بهذا الكم وتكون المركز الثالث في حفظ السلام في طبعا الامم هو المتحده؟ هقول لحضرتك مشاركه مصر في قوات حفظ السلام تبع الامم المتحده اليو ان دي بقى لها فتره طويله، مش حاجه حديثه. وطبعا احنا وصلنا للمركز الثالث ده لان احنا بقى لنا يعني لينا دور فعال جدا في دول كتير جدا. عايز اقول لحضرتك اعتقد ان بدايه مشاركه القوات المصريه الشرطه المصريه في هذه المأموريات كان سنه 89 او 90، بدايه المأموريات ديت. ودي بتبقى يعني يكفي ان انت ليك اسم في المحافل الدوليه ان ضابط الشرطه المصري بيشارك في مثل هذه المأموريات التابعه لليو ان، بتتعامل مع شعوب اخرى ودول تانية. فده كله بيثبت ان انت ان ضابط الشرطه ده راجل كفء بيتم تدريبه بكفاءه، وليس ان هو شخص عادي او ان هو شخص حد يشكك فيه زي ما احنا بنقول المنصات الاعلاميه الفاسده تشكك في الشرطه. لا، ده انت بتشارك في مأموريات ومحافل دوليه تابعه للامم المتحده، فده شرف لينا كلنا. وده مركز، المركز الثالث ده مركز مهم جدا، وبقى لنا سنين بنشارك في هذه المأموريات، مش حاجه حديثه يعني. وبرضه حضرتك كنت ذكرت قطاعات الامن في وزاره الداخليه بما فيها قطاعات المخدرات وقطاع الامن الجنائي والمباحث الجنائيه، كل دي قطاعات بتعمل لتامين المواطن المصري وتسهيل تاديه الخدمات للمواطن المصري. ودي طبعا احنا بنشكر كل زمايلنا وقياداتنا في هذه الاماكن ان هم بيبذلوا مجهود. وطبعا عايز اقول لحضرتك في عبء كبير على ضباط مباحث القاهره بالذات، لان احنا مدينه القاهره اكبر مدينه في الجمهوريه، فزمايلنا في مباحث القاهره ناس محترمه وبقيادات محترمة. الأمن العام، قطاع الأمن العام في قيادات محترمة، والسادة مساعدين الوزير هناك لن يتأخروا عن تأدية واجبهم. في حتة برضو حضرتك اتكلمت فيها أقسام الشرطة اللي تم تطويرها بنموذج موحد، دي بتتبع حاجة اسمها قطاع الشؤون المالية في وزارة الداخلية. يمكن دول يعتبروا جنود مجهولين، أنا اشتغلت فترة في القطاع ده، جنود مجهولين لان ملوش احتكاك بالمواطن، لكن هو بيأدي خدمه للمواطن زي ما حضرتك بيعمل انشاءات، بيبني اقسام شرطه جديده، بيبني نقاط شرطه جديده، كل ده بيصب في مصلحه المواطن وفي خدمه المواطن. سياده اللواء، احنا شايفين كشعب مصري احنا كنا فين وبقينا فين؟ طبعا في امن واستقرار الشارع المصري، وخاصه زي ما قيل للمسؤولين في هذه الاحتفاليه، وخاصه في سيناء. طبعا واحنا كلنا عارفين ان كان في نيه لتجمع الارهاب في سيناء لعمل الدوله الاسلاميه مش عارف ايه اللي هي طبعا بيكذبوا علينا بيها. طبعا ودول طبعا بياكلوا دماغ الناس باسم الدين للاسف الشديد. صح. فاحنا شايفين حضراتكم المجهود اللي بتقوموا بيه كقطاع خاص بالشرطه المصريه وحفظ الامن والامان، حاسين بالامن والامان قد ايه؟ كنا خايفين ننزل اساسا من بيوتنا الشارع، ما كانش حد بيجرؤ. ودلوقتي احنا رجع تاني الامن والامان في دولتنا واستقرار عشان نقدر نبني بلدنا اكتر. طبعاً طبعاً واكتر. طب ما فيش استثمار وما فيش تنميه. نعم. احنا عارفين كلنا ان فخامة السيد رئيس الجمهوريه، نعم، عبد الفتاح السيسي بيسعى دوما لتنميه مصر وبناء، يعني احنا شايفين التطوير الموجود في البلد، ما حدش يقدر ينكره، من طرق وكباري ومنشآت جديده، عاصمه اداريه ما كناش نحلم بيها، كل ده تطوير. فالتطوير لا يتم الا في ظل الامن والامان. وعايز اقول كلمه يعني السيد رئيس الجمهوريه قالها قبل كده، اللي حصل قبل كده مش هيحصل تاني يا رب. ودي يعني وعد من السيد رئيس الجمهوريه لينا، اللي حصل قبل كده مش هيحصل تاني، واحنا ورا سيادته في هذه المقوله وفي كل حاجه. طبعا احنا ورا سيادته في كل حاجه، بس هذه المقوله قاطعه، اللي حصل قبل كده مش هيحصل تاني، ومحدش يفكر انه هيحصل، وما حدش يفكر اللي يقرب منها هشيله من على وجه من الأرض. على وجه الارض. اللي هيقرب. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالف صحه وسعاده، شرفت بلقاء سيادتك النهارده، وبقول لكل سنه وحضرتك طيب وكل اهل بيتك بخير يا رب، وكل الضباط والعساكر الشرطه المصريه بخير يا رب دايما ان شاء الله. دايما يا رب، ومصر الحبيبه الغاليه دايما في عزه وفي امن وامان، و بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا كلنا بنشكره ان هو كان طوق النجاه لينا كلنا كمصريين في الفتره الصعبه اللي احنا مرينا بيها في ثوره 25 يناير.
ربنا يحفظه. والتصحيح اللي حصل في 30 سنة، والتصحيح طبعا طبعا ده انا بقول يعني ربنا يحفظ معالي السيد رئيس الجمهوريه لهذا الشعب، فهو كنز لهذا الشعب. سياده اللواء هشام هاشم الخبير الامني، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. اشكر حضرتك جدا. حضراتكم بعد الفاصل الفقره الثانيه هنتكلم بقى عن مستقبل شباب مصر اللي بيتخرجوا من ثانويه عامه، والسنه دي خلاص اخر، مش اخر، هو اول سنه هيمتحنوا بالطريقه الجديده في النظام التعليمي الجديد اللي هم اتخرجوا من اولى ثانوي وثانيه ثانوي، بيشتغلوا باحدث النظم التكنولوجيا في تعليم اولى ثانوي وثانيه ثانوي، وان شاء الله هيمتحنوا بطريقه جديده في ثالثه ثانوي في الاسئله وفي الاجوبه. طيب هنعمل ايه بقى؟ الفقرة دي قراءة في القرارات الجديدة الخاصة بالالتحاق بالجامعات وطرق الدراسة والامتحانات بها، بعد الفاصل مع الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون التعليم ومدير تحرير الأخبار. فاصل وراجعين حالاً.